اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الوركشوب بيكون ان شاء الله عن البرمجيات الحره في المدارس، وخصيصا يعني نستهدف المهتمين ادخال مثل هذه البرمجيات في المدارس الحكوميه والخاصه بشكل عام. طبعا قبل نبدا نعرفكم بانفسي، فهد السعيدي اخصائي مشاريع في هيئه تقنيه المعلومات، مدير المبادره الوطنيه لدعم البرمجيات الحره في السلطنه. طبعا هذا النظام يعني هذا المؤتمر احد الفعاليات اللي نقوبها بشكل دوري. نبدا في البرزنتيشن هذا ببساطه. اول شيء لازم نبدا نعرف ايش هي البرمجيات الحره واساسياتها، لان هذا حاجه اساسيه لازم جميع او ليش احنا مهتمين اساسا مثل هذه البرمجيات. اول حاجه البرمجيات الحره هي برامج عاديه يعني جدا، ولكن تتميز ميزات اخرى، يعني ميزات يعني تفرقها عن البرامج الاخرى. والاهم حاجه هي حريه الاستخدام. انت في هذه البرامج انت حر في استخدام هذه البرامج في اي غرض تباه، سواء يعني نصت عليه الشركه المنتجه ام لا. فهي هذا حريه الاستخدام، حريه اساسيه في مثل هذه البرمجيات. الحرية الثانية هي حرية دراسة والتعديل. إيش معنى حرية دراسة والتعديل؟ كما تلاحظوا من هذه الصورة أنه في على اليسار هناك بتشوفوا كود، يعني أكواد مكتوبة، هذه هي مكونات داخلية للبرنامج نفسه. وحرية الدراسة والتعديل معناته أنت لك حق أنك تشوف المكونات الداخلية لمثل هذه البرمجيات، يعني أنت تشوف كيف مكون، كيف معمول به، كيف يعني مثلا مركبات الأجزاء تقدر تدرسه. وهذا ما فقط إنه يعني إنها حاجة يعني اعتباطية، البرامج الحرة أي برنامج حر لازم يسمى برنامج حر، لازم يعطيك الإمكانية إنك تشوف السورس كود ماله، الإمكانية إنك تدرسه على راحتك وتعدل فيه على راحته. فهذا أحد أساسيات يعني البرامج الحرة. الأساسية الثالثة والأساسية يعني داخل هذه واللي تفيد كثير في المدارس هي حرية التوزيع. وبنتوقف شوي عن هذه حرية التوزيع بنشرحها أكثر. إيش نقصد بالحرية التوزيع؟ أنتوا تعرفوا البرامج الثانية الموجودة في السوق اللي مثل مايكروسوفت أوفيس، مايكروسوفت ويندوز، فوتوشوب، إلستريتور، هذا أنت لازم مشان تستخدمها لازم تشتري لايسن، وهذاك اللايسن هذيك الرخصة لازم تكون لجهاز واحد. إذا كانت أكثر من جهاز لازم تشتريها أكثر من مرة. ولا يحق لك قانونيا انك تنسخه وتوزعه على راحتك مجانا، لا، انت لازم تشتري كل مره ترخيص. في البرامج الحره ومفتوحه المصدر العكس تماما، انت لك الحريه التوزيع على راحتك، انسخ ما بدك، يعني اي كميه وزع عليك كميه انت حر في انك تنسخ وتوزع على راحتك، فهذا بشكل قانوني. فهذا حاجة أساسية جدا. كما تلاحظوا أن النشر تنشر على راحتك، تنشر توزع، ما في قيود. ما أقول لك والله أنك لازم تشتري عندك 10 أجهزة أنت لازم تشتري 10 رخص، لا، ما موجود هذا الشيء. هذه البرامج الحرة أنك أنت خذ البرنامج وانسخه ووزعه على راحتك. فهذا حاجة أساسية جدا في البرامج الحرة. طبعا هذا بنتكلم عنه قدام، أنك التكلفة هذا يفيدك انك قيمة التكلفة لما تتبنى البرنامج نفسه. الحرية الرابعة والأساسية هي حرية توزيع التعديلات. احنا قلنا انه في الحرية الثانية هي حرية الدراسة والتعديل، انت درست البرنامج نفسه، عدلت فيه، لعبت فيه على راحتك، يعني طورته، بنيت منتج جديد، بعدين انت بغي تسوي تكون يعني توزعه وحدك كاسم مسمى حالك انت نفسه. ف الحرية توزيع التعديلات هنا تأتي أنك أنت أيضا لك الحرية أنك تسوي منتجك الخاص وتوزعه باسمك أنت. فهذا حاجة أساسية في البرمجيات الحرة. لذلك البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر هي أحلى أربع أساسيات، حريات أساسية لازم تتوفر في هذه البرامج. الحرية الأولى هي حرية الاستخدام، ثانيا حرية دراسة وتعديل المحتويات البرنامج نفسه، ثالثا حرية التوزيع، أنت حرك في التوزيع على راحتك، ورابعا حرية توزيع التعديلات بعد ما عدلت فيه. ليش إحنا مهتمين في هذه البرامج؟ ليش بالذات؟ أول حاجة لها تكلفة أقل. أعطيكم بعض النماذج العملية اللي استوت في المدارس هنا في السلطنة. مثلا هم بغوا برنامج تحرير صور،
فبرامج تحرير الصور مثلا ايش المشهور حاليا؟ برنامج فوتوشوب. بس كم قيمة الفوتوشوب؟ أحد يعرف فكرة فوتوشوب؟ أقل حاجة مع النظام الجديد كان سابقا $700 للنسخة الواحدة، الحين مع النظام الجديد أقل حاجة $5 شهريا، $3 إلى $4 شهريا، يعني لازم تدفع أنت كل شهر تدفع هالبرنامج. هالنظام الجديد من الكلاود مان الأدوبي. فأنت تصور أن احنا على النظام القديم مشان يكون الحسبة شوية أوضح، أو حتى النظام الجديد تقول أنت $5 لكل جهاز. لو استرضا أن وزارة التربية والتعليم بغت، طبعا أعرف أن مدرسين موجودين هنا وسمحونا أستخدم بعض الأمثلة، ولكن خلينا مدارس افتراضية مشان ما نطبع. افترض أن مدرسة فيها عندها 1000 جهاز مثلا، هي مثلا عندها طلابها 10,000، عندها 1000 جهاز كمختبرات، وبغت دخل هذا البرنامج. فلو أنه بغت فوتوشوب مثلا وكل جهاز بغت نسخة واحدة، يعني $5 كل جهاز، $5 × 1000 $5,000، هذا 5,000 بشكل شهري لازم تدفعها حالشركة، 5,000 وضربها في 10 أشهر 50,000، وهناك 5,000 و5,000 يعني 60,000 ريال عماني سنويا لازم تندفع مشان السوفتوير هذا نفسه. فأنت عندنا كلمة تستمر أكثر كلمة تدفع أكثر. الحين إذا كان عندك أكثر من 1000 جهاز، إذا كان أنت تسوي مقارنة مثلاً 30,000، بعض المؤسسات مؤسسات كبيرة جداً، كم المبالغ اللي بتتصرف؟ مبالغ ضخمة جداً جداً. بينما في البرامج الحرة ومفتوحة المصدر لا، أنت خذ البرنامج نفسه وانسخه على راحتك. طبعاً إحنا ما نقول أن التكلفة صفر، لأن التكلفة ما صفر، لأنك بتحتاج تدريب، بتحتاج أن حد يكون عندك حد يساعدك إذا استوت مشكلة، يعني لازم تدفع. بس انت مهما كان ومهما بلغت الحدود انت عندك ليميت معين ما بتتعداه، يعني بدل ما تدفع 60,000 يمكن بتدفع 5,000، فاحسن تدفع 60,000 ولا 5,000، يعني فرق واضح انه والمبالغ الفارقه تقدر تستخدمها انك تطور المؤسسه نفسها. اهم حاجه يعني ما انه فقط التكلفه الاقل تساهم انك تطور مثلا المبنى، تطور في التدريب في المعلمين في الطلاب، فهذا مهم جدا انك ان الفوائد من احد فوائد البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر. احد الفوائد الاخرى هي اكثر امانا. معروف ان البرامج الحره ومفتوحه المصدر اكثر امانا، لانه ليش؟ لانها اصلا مفتوحه المصدر، الجميع يقدر يشوف السورس كود المكونات الداخليه ويدرسه. ما فقط ذاك، اذا اكتشف مشكله معينه يقدر يصلحها، يدخل على السورس نفسه على المكونات الداخليه ويعدي عليها. الحين خلونا مثلا حد سمع التقرير الأخير، هو قريب جديد هذا الأسبوع الماضي أو هذا اليومين الماضيات، يقول لك من النموذج، تعرفوا الهارد درايف القرص الصلب، في بعض المؤسسات الأمنية زرعت بوابة داخلية في القرص الصلب في البرامج المشغلة في الأقراص الصلبة نفسها، بمعنى أنكم يشتغل الجهاز هو يفتح لك كل حاجة، هم يقدر يوصلوا على الجهاز وهذه المعلومات ترسل. تصور المشكله كيف، انك انت في الهارد ديسك مثلا، هذا اللابتوب فيه هارد درايف، انت لما تفتحه تشغل على ذاك النظام، البرامج التجسسيه تشتغل تلقائي بدون ما تدخل اصلا في المكونات او النظام نفسه. بسبب ليش؟ لانه هذه البرامج المشغلات مال الاقراص الصلبه مغلقة المصدر وما حد يقدر يشوف أصلاً إيش قياسات يسوون. أنت بس تتاخذ بوكس ما عارف إيش فيه. لما يجيك نظام، يعني خاصة هذا بالسيكوريتي وفي الأمن، لما يجيك نظام معين أنت بس اللهم تعرف أنه يدي لك مهمة معينة، بس أنت ما متأكد إيش هو يسوي بالخلف، ما متأكد يعني يرسل بيانات، يأخذ معلومات، يأخذ كل شيء، يصورك أي حاجة يقدر تسوي. إذا أنت ما تعرف هذا البرنامج ما تعرف إيش قاعد يسوي، إذا ما قدرت تشوف المكونات الداخلية وتدرسن، يعني تجلس تشوف هذا الكود، يعني هو المكونات الداخلية. مشان نوضح المثال مثل هذا، لو أوضح لكم مثال مثل هذا، لا ما أعرف كان واضح ولا لا، ولكن المكونات الداخلية في سطور برمجية معينة، هم واحد يقدر من ضمن البرنامج يسوي لك برامج خبيثة، برامج تجسسية من داخل. فأنت كيف تتأكد إذا كان تجاك برنامج ما تقدر تشوف السورس كود ماله إنه آمن 100%؟ هنا السؤال، يعني التحدي الكبير. بعض المؤسسات الكبيرة
مثلا يقول لك انت لازم توقع اتفاقيات بين الدول مشان نشوف لك سورس كود، خاصه مثلا نظام ويندوز. فهذا مهم جدا في البرامج الحره مفتوحه المصدر، انك انت تقدر تشوف المكونات الداخليه من كل حاجه وتدرسهم وتتاكد منهن انك ان هذا لما يعني ما يسوون اي مشاكل. بالاضافه الى ذلك نقطه ثانيه، طبعا اي برنامج مهما كان ما 100% يعني ما في مشاكل، في مشاكل موجوده، ولكن في البرامج الحره مفتوحه المصدر ايش ميزتها؟ ميزتها انه الجميع يقدر يشوف السورس كود، الجميع يقدر يصلح المشاكل نفسهم. اذا وجدت مشكله انت تقدر تدخل مباشره وعندك المعرفه وتصلح المشكله، ما لازم تنتظر شركه معينه تنزل لك التحديث وتنتظر ولا حاجه، هذا ما تحتاجه انت اصلا. في الحياه العمليه والواقعيه انه اي مشكله في الاوبن سورس يحتاج لها من يوم الى يومين بالكثير والمشكله تنحل مباشره، في بعض الاحيان ساعات فقط، ساعتين او 3 ساعات يقول لك الحل موجود، عاد خلاص موجود. في مشاكل، في ثغرات امنيه بس تنحل بشكل اسرع، فاكثر امانا من ناحيتين. من الناحيه الاولى انك انت تتاكد اصلا ان السورس كود يعني خالي من الابواب الخلفيه، برامج التجسسيه، هذا خالي منه جدا. الفائده الثانيه انه اي مشكله تستوي انت تقدر تصلحها بنفسك او تشوف حد تستاجر يصلحها عنك مثلا، لانها موجوده اصلا، السورس كود مفتوح وانت تقدر مباشره تدخل فيه. الحين نجي الموضوع التوبك الرئيسي اللي هو برمجيات الحره والتعليم. ليش احنا نريد برمجيات الحره ننشرها في التعليم؟ ايش هدف التعليم اساسا؟ تعرف التعليم انك تنشر المعرفه، تعلم هذا الطلاب كيف يعني معارف جديده، تكسبهم معارف جديده من دون حدود، سواء كان عندهم الطالب اللي يدخل عنده مال ولا ما عنده مال، ابو غني ولا ما هو غني، انت تقدر توصل له المعلومه. هذا حاجه اساسيه انك تعلمه حاجه جديده من دون قيود، من دون تقول والله انت لازم تشتري هذا البرنامج المعين بفلوس معينه بهذا السعر، انت والله احنا هندرسك في المدرسه معينه في برنامج ولكن انت ما تقدر تطبقه في البيت، هذا ما يستوي هالكلام. الكلام الحقيقي انك انت تعطاه، لازم تعطاه سوفت وير، لازم تعطاه اي تي، يعني هذه المعلومات من دون قيد. الروح التعليم يتناسق مع روح البرمجيات الحرة. برمجيات الحرة يقول لك انت استخدمه في اي مجال، ادرسه في اي مجال، وزعه في اي مجال بدون قيود، بدون انك تكون الحاجة يعني مثلا والله انت لا هذا ما تقدر هذا تسويه، هذا ما تقدر تسويه، انت ما تقدر تشوف السورس كود، انت ما تقدر تتعلم، انت ما لازمش، هذا اثارات تجارية، هذا ما موجودة في البرمجيات الحرة. بالتالي من وجهة نظرة أن نقول البرمجيات الحرة فلسفتها القائمة عليها الأساس هي تتناسق مع التعليم، لأن التعليم يهدف إلى نشر المعرفة والبرامج الحرة نفسها تهدف إلى التعلم. الحين بنتكلم بعض أشهر البرامج اللي إحنا نحاول نسوق لهن هنا في السلطنة، بالخصوص أنهم يتبنوها في المناهج ووجود تيم إن شاء الله، ونستغل هذه الفرصة أنهم نعرفهم على مثل هذه البرامج، ما فقط في المدارس الحكومية، حتى في الجامعات والمؤسسات يعني الناس مستغلة. أول حاجة وأشهر البرامج هي برنامج حزمة المكتبية لايبر أوفيس. الجميع يعرف مايكروسوفت أوفيس، الجميع يعرف إيش هو مايكروسوفت أوفيس والوورد والأكسل والباوربوينت والأكسس، هذاك اللي ما حد يستخدمه. المهم حد يستخدمه أعرف، بس أمزح يعني استخدمته كثير. اللي نريد نخبركم اليوم انه في حزمه مكتبيه موجوده واوبن سورس ومفتوحه المصدر وحر، وتقدر تستخدمها على راحتك وتنسخها وتوزعها بكل اريحيه من دون الحاجه الى ان تدفع ولا فلس ولا ريال ولا بيسه. الحين خلونا اسالكم كم سعر مايكروسوفت اوفيس؟ حد يعرف سعر مايكروسوفت اوفيس ولا لا؟ نسخه الطلاب والمدرسين او نسخه الناس العاديه يعني كم؟ 50 ريال. لا زيد شويه بعدك. تقريبا النسخه اللي هي فيها الوورد والاكسل والباوربوينت للناس اللي ما هم مدرسين تقريبا 80 ريال، والنسخه الخاصه حق الطلاب والمعلمين في حدود تقريبا اذا ما متاكد 20 ريال. فهذا هي نسختين. الحين مثلا معانا احنا في الحكومه تحدي كبير، لانه الاوفيس في كل مؤسسات الحكومه
وكل تقريبا يعني موجود في لايسنس كبير. تصور ان احنا معانا اكثر من 30,000 نسخة. تصور معانا 30,000، 30,000 اضربهم في 80، منها من شاطر الحساب، من شاطر 30,000 في 80 ريال. هذا طبعا اللي هي ستاندرد فيرجن، يعني اللي هي طرف في ستاندرد، في بروفيشنال، في انتربرايز، في ثلاث نسخ. بس انت اقول لك اقل حاجه ستاندرد مثلا 80 ريال الى 120 ذي الحدود، ما متاكد بس تقول 80 ريال مش سيك اوف يعني الحساب. فلو صرنا نحسب قلنا تقريبا اذا بغيت تجدد حاجه، هذا فقط الاوفيس. اذا كان مليونير ريال عماني، يعني تصور انك انت مليونير ريال عماني، هذا فقط قيمه برنامج واحد فقط. لو بغيت الاكسس، حد يعرف سعر الاكسس نفسه؟ اذا بغيت اكسس، اذا بغيت برنامج الاكسس نفس الحاجه طبعا ستاندر ولا حاجه، تقريبا مع 250 ريال ككل. فانت اضرب 250 مره في كم، كل ما يستخدمه الجميع يستخدموا 10,000. في حاجه ثانيه اللي هي الاوتلوك، حد يعرف الاوتلوك؟ حد استخدم الاوتلوك؟ زين، هل استخدم السيرفر مال الايميلات؟ تعرفوا كيف يتم اداره في سيرفر حل ايميل وفي واجهه اللي هي اوتلوك. فالسيرفر قيمه السيرفر واحد بس 2,500، هي اللايسن فقط ما سعر الجهاز، تقريبا 2,500 دولار كذا. وكل يوزر او كل مستخدم يرتبط مع ذاك السيرفر يسموه لازم يدفع تقريبا 30 دولار على كل جهاز. طبعا هذا غير الاوفيس، الحين تو نحسب مره ثانيه. يعني في المجمل اكلمكم عن حياه واقع ان احنا ندفع في الحكومه ملايين من اجل التراخيص، ملايين الريالات. وطبعا احنا اليوم احنا نهدف ان ما نهدف الى ان نشيل الاوفيس والمايكروسوفت اوفيس، لا، احنا نريد توازن بين الاثنين. نريد ان والله اذا كان هذا البرنامج يؤدي لك الغرض، اوكي فاين خذه. إذا ما يؤدي لك الغرض وتشوف إنه مايكروسوفت أوفيس هو يعني اللي يؤدي لك الغرض، أوكي، ما الجميع يحتاج كل مميزات مايكروسوفت أوفيس. يعني حسب الدراسات يقول لك أكثر من 80% أو 90% من المستخدمين يستخدموا فقط 5% من إمكانيات المايكروسوفت أوفيس. وهنا نقطة القوة إنه في مثل هذا البرنامج لايبر أوفيس، إنه يؤدي لك تقريبا أكثر من 95% من ميزات مايكروسوفت أوفيس هو يؤديها حالك. ما نقول 100%، أنا ما ندعى أن نسوق ببلاش مش أنت واحد يقول والله خلاص هو المدين 100%، ولكن معظم الحالات إحنا لايبر أوفيس سويها، وخاصة المدارس. ليش؟ في نقطة حساسية الحين، أحد الأشياء اللي يعني موجودة يقول لك إحنا نعد الطلاب يروحوا حال سوق العمل. هذا احد الارجومنت او احد الناس اللي يعني يقولوا فيها نعد الطلاب على هذه البرامج انهم لما يروحوا سوق العمل يستخدموه. ولكن اريد ان يعني اثير نقطه اساسيه في هذا المجال. اريد اقول لهم انت طالب صف الخامس كم سنه عشان يوصل سوق العمل؟ ما اقل من 10 سنوات. فهل 10 سنوات هذا لك انك انت البرنامج مايكروسوفت اوفيس بيكون هو نفسه ما بيتغير خلال 10 سنوات، ولا بيجي برنامج ثاني وبتشتري مرة ثانية نسخة ثانية وثالثة ورابعة يمكن حتى عشان توصل؟ أكيد بيتغير. مثلا يقول لك والله احنا مثلا عد هذا البرنامج يتعلم التصميم، ونزين يتعلم التصميم حسوق العمل معاك، بس يتعلم في السنتين الأخيرات، السنة قبل الأخيرة يتعلم هذاك. ولكن تصف مثلا الاي تي الحين من متى يدرسوها؟ يعني يدرسوها من وقت مسافر، حتى من الأول شيء من بعض المدارس، بس ما إذا صح أستاذ حنان إنه صف الخامس، خامس، سادس، سابع، أيوة حتى سابع، شيء التاسع، أيوة يبدو من هناك. الحين هل أنت تحتاج تستثمر إنك تشتري لايسنس حق مايكروسوفت أوفيس إذا كان موجود في مثل لايبر أوفيس؟ ما تحتاج من وجهة نظري. والكوست يعني بلاش، بدل ما تدفع لايسنس كثير موجودة هنا. أعطيكم بعض النماذج بهذا البرنامج اللي هو مثل الشبيهة. هذا البرزنتيشن اللي سويناه تو عرض تقديمي إيش مسوى بأي برنامج، هو لا واضح معكم ما أعرف إذا كان شبه يشبه الأوفيس، يعني قريب من الباوربوينت.
احنا بدنا نوسع شويه. ايوه نريد نوسع المجال، نريد الاهميه المجال. هذا قد ترى اقول لك كل شيء يتطور، هذا اسمه لايبر اوفيس. ترى زين يعني في عنده وقت؟ لا عنده وقت، في وقت قدر مناقشه مفتوحه، ترى هذا ورك شوب الجميع يقدر يشارك فيه. ايوه تفضل. أفا. إيه. انتظروا انزل. إذا جيت شغل ملف وأنت مركب في الأوبن أوفيس، زين راح يفتح الأوبن أوفيس ويترك ال المايكروسوفت. هذه كانت الإشكالية. لذلك اضطرينا نشغل على جهاز واحد. اللي هو جهاز المعلم فقط من أجل يتعرف عليه الطالب. لكن كتطبيق للطالب ماشي. وزين جميل الفكرة إن نوسع فيها. نتوسع فيها. هي لما ثبته العملية. في تقدر تختار ان اي برنامج يقدر يشغل هذا في الاعدادات في اثناء التنظيم. تقول مثلا ما تشغله يعني ما يدعى ياخذ كافتراضين في اعدادات فذا موجوده. انا هدف مني ان نخرج من هذا الوركشوب ان نريد نوسع اكثر، حتى لو تستبدل يعني مايكروسوفت اوفيس في المدارس انه بهذا البرنامج، خاصه على مراحل الدنيا يعني مراحل الصغيره، لأن الواجهة واجد سهلة وسهلة. أنا أستعرض لكم بعض النماذج. الحين نروح لك مثلا هذا برنامج الوورد، طبعا ما مثل مايكروسوفت أوفيس لكن أدي لك نفس الأغراض كلهن، كل إمكانية دمية. وهذا برنامج مثلا الأكسل، طبعا في أي حاجة يقدر لأي واحد خبير أكسل يقدر يريد يشوف النموذج ولا حاجة موجود فيه. الواجهة طبعا تقدر في أكثر من واجهة، تقدر تروح من هنا الأوبشنز وتروح لك تختار لك اللانجوج سيتينجز وتختار الواجهة أي تباها، عربية إنجليزي أو تقدر على راحتك تختار مثلا عربي إنجليزي كذا. خلينا أقدر أحولها عربي بس الحين البرزنتيشن لازم أفتح وأسكر ما مشكلة، بس موجود يعني في موجود كذا جاهزة في البرزنتيشن. نفس الحاجة كما تلاحظوا هنا برزنتيشن. وفي برنامج جديد اسمه دروينج اللي هو مثلا تقدر تسوي أشكال مع بعض، مثلا إذا بغيت شارت معينة تقدر تسوي فيه هذا في الشارت، إذا بغيت يعني تصمم صفحة معينة تقدر فيه موجود. وفي كعرض ولا لا دراوينج ما عرض، رسم كذا متجهات. وفي داتابيس اللي هو مثل الاكسس موجود فيه، طبعا مثلا اختار لك الاكسس اللي تباه نسوي فينيش احنا مشان ياخذ وقت. اوكي اختار كرييت تيبل اند ديزاين فيو، أو شيء تختار تيبلز بعدين كويريز بعدين فور. اللي يعرف الأكسس يعرف له هذا الشيء. شبيه جدا جدا، نسبة أكثر من 95% من إمكانيات مايكروسوفت أوفيس موجودة فيه وما تحتاج فيه. ميزته إن كل 6 أشهر يجي تحديث جديد وفي ميزات جديدة، وأيضا إنه في المجتمع حوله إذا واجهتك مشكلة تقدر طريقتين. الطريقة الأولى إذا كنت ما مستعجل انك تخبر عن المشكله ويحلوها حلك خلال فتره شهريه 3 أشهر. اذا كان مستعجل تقدر تستاجر ناس يحلوها حلك، سواء مع الشركه الاصليه او غيرها، او حتى هنا من المجتمع نفسه يقدر يحل لك المشكله. فامكانيات انك تطور فيه على راحتك. والله انت تشوف هذا البرنامج زين 100%، بس نقص انه حاجه بسيطه معينه ما يعني بينها احنا ضروريه، تقدر تستأجر ناس يستوروها حالك تلقى، لأن هذه ميزة الأوبن سورس إنك تقدر تعدل فيه على راحتك. التعديل هنا يكون يعني هل تدخل النت
موقع معين وتعدل فيه. التعديل تنزل أول شيء السورس كود في جهازك. أيوه. وبعدين تفتحه، وإذا كان تعرف برمجة في مكان معين كيف يكون البرنامج مع بعضه ويعد له. هم يستخدموا السي بلس بلس، لغة برمجة سي بلس بلس موجودة. فهذا أحد برامج اللي إحنا يعني نشجع أنهم المدارس تستخدمه، لأنه أصلا كما قلنا لكم الطالب ما بيستفيد شيء تعلمه أوفيس ولا مايكروسوفت أوفيس ولا هذا في الحياة الواقعية، ما بيستفيد لأنه هو بيريد برنامج تحرير، ما بيدي له أنك سوق العمل، لأنه مستحيل يصير سوق العمل. طبي أعطي له أستاذ، أنت قلت 95% تقريبا يؤدي نفس وظائف مايكروسوفت أوفيس. بالضبط. أيوه. إذن هل 95% اللي البرنامج يوفرها هل كلها فري أو في بعضها لازم يكون مدفوع؟ لأن في برامج حصلنا في البرمجيات الحرة يعطيك فري بعض الخصائص، وصل الخصائص اللي هي تعطي ثقل للبرنامج تكون مدفوعة. فهل هذا الأوفيس كامل 95% كله فري أو في خصائص أخرى؟ هذا البرامج اللي بعرضها اليوم حلكم تقريبا 3 برامج كلها 100% الممكنات ماشية فيها نسخة إنك تدفع، هذا فري 100%، ماشي فيه نسخة إنك لازم تدفع ولا حاجة. هذا الميزات الأساسية لأن إحنا مختارينها حل مدارس، كل الميزات اللي ما موجود يعني ما موجود حتى عند الشركة، ما تقدر تدفع إنك تحتاج تشتري، لا ما موجود. فأنت هذا لا، هذا اللي كذا. بس أنا أقصد 95% تفهمي إيش أنا قصد؟ في بعض ميزات الأدفانس اللي مثلا مايكرو، كيف تسوي مايكرو، موجودة في المايكروسوفت أوفيس وموجودة هنا بس الطريقة تختلف. يمكن أنت متعود عليها، أنت تريد VBA مايكرو، ممكن ما تحصلها VBA مايكرو، تحصل لغة ثانية. فهنا هي الفرق في الميزات. وبالعكس حسب كثير من الدراسات تقول لك أنك مثلا مايكروسوفت لايبر أوفيس هذا الرايتر في ميزات أكثر من الوورد، يعني يسهل لك الطريقة أكثر احترافية. هذا واحد برنامج واحد. خلينا نرجع حل برزنتيشن. البرنامج اللي بعده جيمب، تعرفوا ان المدارس نستخدمه جيمب بس صف كم ذكرون؟ التاسع خامس السادس. احنا نريد شويه نرقي جيمب شويه يرتفع على مستوى اعلى. اللي ما يعرف برنامج جيمب، تعرفوا برنامج فوتوشوب؟ حد استخدم التصميم ولا كذا؟ مشهور الناس تفهم من الفوتوشوب، معروف انه في فوتوشوب. في برنامج اوبن سورس اللي هو برنامج جيم، وطبعا هذا البرنامج الجيم تقريبا يعني نفس الحاجه على نفس النسبه 95%، لان اودوبي شركه، اودوبي شركه كبيره ضخمه، بس احنا في المدارس ما تحتاج برامج احترافيه اساسيه، يعني تحتاج تتعلم الطلاب اساسيات اللي هي سواء استخدموا جيم ولا فوتوشوب ولا اي برنامج اخر. بكره طلع لنا برنامج جديد مثلا واحد من العمانيين صممه، يعني اساسيات تحرير الصور، اساسيات تعديل الالوان. فهذا البرنامج برنامج ضروري. الحين بعرض لكم نموذج منه هذا البرنامج مشان تشوفوا كيف امكانياته. طبعا احنا النظام اللي شغال حاليا هو نظام لينكس. انا باغي اقول ان درسه في المدارس لينكس، بس اقول شويه بعدين المرحله القادمه ان شاء الله. وشغلنا في الحاجات الأساسية. البرنامج هذا، هذا هو البرنامج. خلينا نفتح صورة. هذا هو برنامج جيمب لتحرير الصور. اللي يفهم في التصاميم ولا كذا يعرف كيف إيش يعني مقصد به. مثلاً هنا برنامج الأدوات مال تحرير الصور، يعني tools. هنا مال مثلاً الخصائص مال tool. هنا layers إذا بغيت حاجة layer ولا صور ولا حاجة، مثلاً لو بغيت صورة معينة تعدل عليها ألوان معينة. يعني صور أنت عندك مثلاً مصور ومصور صور كثيرة، تجيب برنامج تحرير حلها، تحررها، تضيف، تحذف حاجات بسيطة. ما تحتاج انك تشتري برنامج ضخم عشان تدخل في هذا البرنامج. هذا البرنامج يسهل لك كل حاجه تباها. مثلا هذا الصوره حجمها كبير ما ترسل في الايميل، هذا وقت يعني انت مصور بتلفونك خاصه ل 16 ميجا بكسل، وجيت سواها في الاتاتش
يقول لك لا هذا كبيرة لازم تصغرها. فهذا برنامج يقدر يدي لك هالماء ومجاني، حاجة مجانية جدا يعني ما تقدر فيه. يعني مثلا خلونا نشوف لك الكالرز، تقدر تعدل فيه الليفلز مال الكالرز. شوف كيف هنا كيف تعمل في الكالرز ولا حاجة. مثلا تقدر تموجات الألوان، مثلا تموجات الألوان كيرفز تعدل فيه إذا كان لون من جهة ولا حاجة مثلا تقدر فيه. برنامج يدي لك كل إمكانيات اللي تباها أنت في التصميم ومتوافق مع الفوتوشوب. يقدر يصدر لك هذا لما تخلصه، يصدر لك صيغة الفوتوشوب إذا بغيت ترسله مثلا حل مطبعة ولا ترسله حل حاجة، ترسل هذه الصورة حل مطبعة تقدر ترسله عن طريق الفوتوشوب. فهذا أحد البرامج اللي يعني نشجع على استخدامها، ونتمنى أنهم يعني مثلا الطلاب لما يطلعوا من الثانوية يعرفوا مثل هذا الابليكيشن، لأنهم أصلا متوفرات مجانا. والحاليا الحين قاسين شغالين على طباعة كتب بفضل طبعا الأساتذة هنا ساحنان والتيم في التربية، متخصصات في شرح هذه البرامج باللغة العربية. فالحين إن شاء الله بتوفر في المستقبل، يعني إن شاء الله هالسنة. البرنامج الثالث اللي هو برنامج إنكسكيب. هذا طبعا نعرفكم برنامج إنكسكيب. إيش معنى برنامج إنكسكيب؟ في نوعية نوعين من البرامج. برامج ما واضح له؟ اسمح لنا عاد ما أقدر أغير. في نوعين من البرامج. برامج اللي هي تحرير الصور، اللي هي يعني بيكسل، صور نوعية بيكسل، معناتك أنت على دقة معينة لما تكبرها يضيع الجودة. ما لاحظتوا هذه الأشياء؟ في نوعية من البرامج يسموها المتجهة، اللي هي مهما كبرتها الصورة ما تضيع. طبعا هذه يستخدموها أنت بعض الأحيان، يقول لك أنت صمم إعلان معين، يقول لك والله تحطه على مترين، 3 متر، 4 متر، 5 متر، يكون في وسع. بس يعني والدقة تكون نفسها. هذه هي الاتجاهية، الرسوم متجهة. طبعا أشهر برامج في التجارية الستريتر واحد، والكرر درو 2، وبرنامج واحد نسيت إيش اسمه، بس أهم حاجة هذا البرنامجين. طبعا البرامج نفس الشيء، ما رخيصة، غالية واجد جدا وسعرها غالي جدا. في برنامج سهل بسيط أوبن سورس، في إمكانيات تعادل أحسن من إمكانيات الستريتر، وسهل جدا في التعلم، اللي هو برنامج إنكسكيب. إنك حبر، سكيب مجال وسع، مجال الحبر يعني. طبعا أرويكم البرنامج. طبعا كما تلاحظوا هذه الصورة مصممة، صورة فراري، سيارة فراري مصممة كامل بهذا البرنامج، مشان يعطيك يعني نموذج منه، لأن أنا ما أعرف واجد فيه يعني. خذت صورة موجود على الجهاز، أرويكم كيف هو يستوي. بس هذا النموذج منه. هنا مثلا الأدوات، ما واضح هذا، واضح هنا الأدوات، وهنا الألوان، وهنا التموجات اللونية. برنامج سهل بس في يعني يعطيك إمكانيات واجد إبداع. لما تروح الموقع معه بتحصله واجد نماذج جدا مسواية فيه. طبعا إذا شرفتونا في الستاند مع المبادرة بتشوف الكتب اللي احنا قاسين شغال عليه، على الأقل نماذج الصور، بعض النماذج تقدر تشوفوها. طبعا الشكر موصول للمدرسين اللي تعاملنا معنا، وخاصة حنان في هذا المجال. وإحنا في هذا المجال نريد نوسع شوية، شوية يزيدونا يعني فصول أخرى. قلنا نزيدونا فصول أخرى. فبرنامج جميل جدا. خلينا برنامج، أوكي، هذا البرنامج يعني أريد أتكلم فيه أكثر، وخصيصا حل الأساتذة، إنه أحد الأشياء المهمة اللي الحين ساية. هل لاحظتوا هذا البرنامج ثلاثي تصميم برامج ثلاثي الأبعاد؟ تعرفوا ما هي ثلاثي الأبعاد؟ 3D. في بعض الأفلام تشوفون ثلاثية الأبعاد، بعض الإعلانات فيها يعني تقدر تلفها كذا. يعني مثلا إيش أشهر برامج ثلاثية الأبعاد؟ أيوة، مشهور بـ 3D Max. في واجد ومايا، وفي برنامج ثالث. هذيك برامج غالية، غالية كثير. الأوتوكاد، الأوتوكاد لها غير شوية.
يعني ما أيوة سوليد ووركس. تعرفي كم سعره؟ لأنه واجد بايرتد سوفتوير يعني الناس تستخدمهم بدون ما تدفع، ولكن هذا أقل حاجة $3,000 عاد حسبوها $3,000 كم يعني 800,000 ريال. طبعا الحين إيش السوق متجه؟ متجه أكثر أفلام ثلاثية الأبعاد، وحتى بعض الأحيان ثلاثية الأبعاد ما تصوروا إنه لازم كل الفيلم يكون ثلاثية الأبعاد، لا بعض الأحيان مؤثرات تدخل عليه ثلاثية الأبعاد. لاحظوا مثلا في الأفلام ولا حاجة وفي الإعلانات إنك مثلا كرة أرضية أو حاجة كذا تسوي حركات كذا، هذه التقنية يعني موجودة وبالحين بدت تشتهر أكثر. من وجهة نظر يعني شخصية إنه إحنا الطلاب، في أنا متأكد إنه في خاصة يعني صفوف قبل التخرج من الثانوية العامة أو الدبلوم تحتاج إنها تعرف هذه المعرفة، إنها تعرف ثلاثية الأبعاد. ما كلهم طبعا، في ناس يعني أكيد زخم، اللي يريد يعرف يكون في برامج موجودة، ومن ضمن هذه البرامج هو هذا البرنامج 3D اللي هو برنامج اسمه بلندر. هذا البلندر يعني يقدر يصمم أفلام كامل تقدر تسويها ثلاثية الأبعاد. أنا عندي نماذج بعرض لكم يعني حسب ما يتسع الوقت، وأعتقد في شيء وقت. إنه إذا قدرنا إحنا مثلا في المجتمع إحنا بدينا يدرسوا مثل هذه البرامج، أنا أعرف إنهم يدرسوهم في كليات تصميم وتقليم بعض الكليات بس ما كلهن، ولكن هذا البرنامج أصلا البرنامج موجود والمعرفة الكتب فيه موجودة. إحنا كهيئة تقنية المعلومات نقدم مثل هذه البرامج تدريب عليها مجاني سنويا، فليش ما يعني نتعاون مع بعض ونوسع مجال التعاون، نوسع مع الناس يعني اللي مهتمين في هذه البرامج، لأن أصلا تقدر تفتح مجال تصميم. يعني أنت بدل كمصمم بدل ما تشتري كستب مال شركتك كم لايسنس تحتاج يعني 2,000-3,000، أنت هذه البرامج موجودة وتؤدي لك نفس الأغراض ومنافسة قوية. خلينا معكم أرويكم بعض النموذج، بعض النماذج اللي سووهن بهذا البرنامج. طبعا خلينا نشوف لك أوكي. هذا برنامج أو هذا فيلم قصير 10 دقائق، أنا بعطيكم بعض المقاطع منه، اسمه سنتل. هذا معمول كامل بالبرامج الأوبن سورس اللي رويناتكم، ما تصميم الجيمب والإنكسكيب وبلندر مع بعض برامج أخرى، بس مخرج كامل برنامج ثلاثي الأبعاد ومفتوح المصدر للإضافة. تقدر أنت تقدر تأخذ الكاركترز الشخصيات تعدل فيهن على راحتك إذا كانت تعرف. يعني بعرض لكم، ظهرنا مش صوت كثير هنا لكن بحاول. مقاطع لأنه هو فترة طويلة تقريبا 14 دقيقة، يمكن 2 أو 3 دقائق. كل شيء اللي تشوفوه هنا مسواي بالأوبن سورس، البرامج اللي خبرناكم عنها، فإحنا نريد نوصل مثل هذه المرحلة في يوم من الأيام. أيوة. نتقدم مقطع ثاني، ما أعرف هالشيء، أحس ما واضح ولا زين. لا الإضاءة يعني الصوت ما واضح بعد، بس هذا العرض يعني دراجون طبعا هو عنه دراجون. ثاني طبعا لان ماشي وقت.
طبعا اللي حاب الفيلم اكثر اللي يقدر يروح الموقع ماله center.org. خلينا نراكم الاسم. خلينا نشوف اخر شيء. ما واضح لكن موجود فوق العنوان center dot تقدر center.org وتحصل تقدر تنزل تشوف الفيلم على راحتك أو تنزل الماتيريال ماله إذا بغيت يعني تحرر فيه أو تعدل عليه. بيحتاج يمكن تشتري الدي في دي ماله لأنه كبير 10 جيجا ترى فتحتاج تشتريه من هذاك البيانات. فهذا يعني هذا أحد الأفلام الصغيرة طبعاً اللي مسوية بكلها بالأوبن سورس. طبعاً في برامج أكثر يعني تقدر تسوي إعلانات تقدر تصور يعني مجال أكبر من كذي يعني ما لازم يكون 10 دقائق الفيلم مشان يستوي ولكن يمكن دقيقة إعلان أو أقل أو إنه نماذج من هذا تقدر تسويها بهذه البرامج الأوبن سورس بدون ما تحتاج تدفع ولا ريال واحد على البرامج الثانية. فهذه ثالث برنامج اللي يعني اللي اريد نحب يعني اعرفكم بها او 4-1 ليبر اوفيس والجيم وانكسكيب وبلندر. طبعا في برامج اخرى واجد اوبن سورس وموجوده وكثيره. اهم حاجه لما تبحث عن اي برنامج اكتب اوبن سورس في جوجل وان شاء الله بتحصل فيه اشياء كثيره. طبعا في اخبار جميله جدا انه جزاهم الله خير الاساتذه في الجيم اعتمدوا برنامج خامس اللي هو برنامج اكس مايند ل مايند مابينج. البرامج مال مايند مابينج اللي هو مال الخرائط الذهنيه برنامج اسمه اكس مايند برنامج جميل جدا اوبن سورس تقدر تنزله مجانا وتستخدمه وفي امكانيات كثيره اسمه اكس مايند برنامج جميل جدا ويبدو ان شاء الله من هالفصل اعتقد انه يبدا التدريس فيه الحين تقريبا في وقت هالمناقشات اذا كان حد في وقت مناقشات او اي اسئله أو يسأل عن أي برنامج معين يريد يعرف عنه بديل ولا حاجة نفتح المجال يعني أو سامحونا برنامج أهم جديد اللي يعرف البرمجة حل الطلاب يعني اسمه سكراتش برنامج جميل جدا يعني اللي ما درسه في أيام الدراسة يقدر ينزل تو يتعلم لأن البرمجة زينة حاجة حلوة تراها. نفتح المجال speakers. المايك هو ذاك المايك. أحسن الصوت شوي. أيوة ممتاز. ممتاز. طبعا أحد الأشياء اللي سويناها في المبادرة. سوينا بورتال معين حل اوبن سورس هنا في عمان تقدر تروح هناك وتنزل البرامج على راحتك. فانا بكتب لكم نستخدم التقنيه وساره البرنامج هو تروح الموقع هذا هو http خلانا نكبره شوية. واضح؟ بكبره. أنا بعد. أوبن دي في دي. ظهرنا الشاشة وأتمنى يكون واضح ظهرنا الجهاز ما عقبه mirror.sku.edu موقع الجامعة sku.edu.com/opendvd. طبعا لما وحده لما تروح المرور
نفسه في برامج كثيرة جدا، ولكن في لينك خاص اللي هو Open DVD موجودات في هذا السوفتوير. وطبعا احنا نوزع من النسخ في الستاند مال المبادرة، اللي يريد يحصل على نسخة DVD جاهزة نفس الشيء موجودة في الـ في الـ في الستاند، يعني ما كثيرة، لكن اللي ما يحصل النسخة يقدر يدخل مباشرة الموقع يحصل على هذا البرامج. طبعا ربما يكون هذا بعض البرامج شوية ما متحدثة آخر شيء، ولكن على الأقل بتعرفوا أسماء البرامج الموجودة فيه في موجود. إذا كان في أي تفضل. أيوة. ومعظم البرامج اللي كمش اللي عرضناها عليكم بدت بداية إنها تطوع، حاجة اسمها يعني هم يتطوعوا إنهم في وقت الفراغ يسووا برامج. ولكن لما تبدأ تكبر شوية يسووا مؤسسات، كل برنامج اللي رويناكم إياه في مؤسسة خاصة به مشان تجمع التبرعات. أي حد يريد يتبرع في هذا، طبعا هم يتبرعوا واجد، يعني يتبرعوا بالملايين، شيء بعضهم تحصل على تبرعات كثيرة، لأن هذا أهداف يعني مثل تقول خيرية، لأن تنسى هذه البرامج موجودة كل برنامج يقدر تحصلوا فيه، يعني الناس اللي تقدر يعني يستقبلوا التبرعات. في حاجة أحسن، في إنك تقدر بدل ما التبرعات تأجر شركات يطور لك مميزات. مثلا أنت إذا باغي مميزة معينة بدل ما تدفع 20,000-30,000 في لايسنس، ادفعها في شركة محلية تطور لك هذه المميزات، وهذا يكون عملية الاستدامة أفضل، التطوير يكون أفضل. لأنك أنت مثلا تصور أنك أنت وفرت 1,000,000 أو 2,000,000 ريال، لو خضيت 100,000 أو 200,000 وحطيت عند أخذ المؤسسات الصغيرة أنها يطور لك برامج معينة، يكون استدامة أفضل، لأنك تتم تطور أكثر، البرامج يتطور أكثر، إذا كان في مشاكل تنحل فيه أكثر، أو أنك يعني مثلا تسوي أدلة شرح كذا البرامج، يعني في مقابل تأخذ وتعطي. أهم حاجة في البرامج الحرة أنك مثل ما تأخذ حاول تعطي نفس الشيء، ما في كل وقت تأخذ تعطي. هذا العطاء يعني يختلف، مرات تتبرع في وركشوب، مرات تتبرع انك تدرب ناس، مرات تتبرع انك تطور وحدك وقت الفراغ، تترجم مثلا الواجهه من العربي من الانجليزي الى العربي، تطور كتاب معين، هذا يعني انك الجهه الثانيه انك كيف تعطي. فهذا هو، اتمنى ان يكون اجبتك على السؤال. طبعا اذا اسئله مفتوحه للجميع. المايك ما حس هذا كي عندي 3 أسئلة. طبعاً. السؤال الأول، طبعاً أنت مدعو عشان المصادر التعليمية المفتوحة. بالنسبة لنا نحن في المصادر التعليمية المفتوحة في levels of licensing. أنا أسأل بالنسبة للبرمجيات المفتوحة المصدر، هل في ليفل عالمي مثلاً في كتصنيف إلى؟ يعني اللايسنج يعني شو في مستويات أكيد، ولا كلهم أوبن معناته إني أقدر أستخدمهم أقدر أغيرهم كلهم نفس الليفل من اللايسن؟ أيوة كامل. مفتوحة 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 الجميع كامل نفس كامل الليفل. كامل تقدر سورس كود توزعهن تنسخن توزعهن على راحتك. ما في أي restriction، ما في restriction أبدا لأي واحد فيه. لأي واحد. في بعض البرامج اللي هي طبعا ما مشهورة كثير يسوي مثل اكس مايند، اذا كان تعرف في بعض الفيتشرز معينه يبغى تدفع لها. ايوه جربنا خاصه حل انتربرايز، معانه هذه اللي يسموها حل انتربرايز بحيث الناس ما تستخدمها كلها، الناس ما تباها، بس في بعض المؤسسات الكبيره تحتاجها، فهم يدفعوا المؤسسات الكبيره مشان يستمروا يوفروا النسخه ذيك حق الناس العامه. فهذه كذا بعض البرامج موجوده مثل هذه الاشياء. أوكي. أيوة. السؤال الثاني. أيوة. شو البديل لادوبي فلاش؟ الحين احنا شفنا، احنا جربنا الجيمب يعتبر بديل للفوتوشوب والانكسكيب بديل للالستريتر، شو البديل اللي عندكم للفلاش؟ ماشي حاليا، لان الفلاش خلاص تقنيه هائله الى الزوال. ما بتحصل تو موقع يستخدم فلاش. اليوتيوب اللي كان يستخدم فلاش في التشغيل خلاص تو لغوه، ما يستخدم فلاش خلاص. فلاش بدتها من ايفون
قال خلاص ما نستخدم فلاشته الحين أي موقع فيه فلاشات كذا ما بيشغل هالآيفون ولا الآيباد. وحتى الحين بدت شوية المواقع الثانية ما تبدأ تشغلها، حتى الأدوبي نفسها الفلاش بدت تغيره حل HTML5، بدت التقنية تختلف حل HTML5 لأن التقنية الفلاش خلاص راحت ذلك ما بتحصله وما شا بديل في الأوبن سورس. حتى لو invest your money إنك تعلم الناس الفلاش في الحياة الواقعية ما بيستفيدوا منه. السؤال الأخير يمكن خاص أو ممكن إحنا نجلس مع بعض كوزارة التربية، نحن من قسم مناهج لتقنية معلومات وأنتوا، إحنا الحين رابع سنة على التوالي نستخدم برامج مفتوحة المصدر. بالنسبة للثلاث البرامج الأولى ما قصرتوا معنا في التدريب، الآن هل في مجال إن أنت كمبادرة يعني وهيئة تقنية المعلومات تقدموا لنا دعم فني؟ لأن الدخول للكود بصراحة يعني ما أتوقع كل المعلمين مثلا هم قادرين، حتى لو هم معلمين IT، فهل في مجال ممكن نجلس نفكر احنا آلية التعاون معنا؟ احنا نشجع. أول حاجة أنك أنت مرات ما تحتاج تدخل إلى الكود، تحتاج تدريب. صحيح، النقطة الأساسية أنك تحتاج تدريب، لما تعرف التدريب تنحل كل مشاكلك. بتبقى مشاكل أكيد في ليفل معين، فهذه احنا هذه المرحلة احنا مستعدين نتعاون معكم، بس أنتوا خلونا نجلس مع بعض وإن شاء الله يعني على مثلا برنامج معين نبدأ، ما كلهن طبعا، نبدأ برنامج إذا كان أساسي، فنبدأ أن نصممكم تدريب خاص حالكم، حال الناس اللي بتشتغل، الناس اللي نسميهم إحنا الرواد هذا المجال. يعني لازم تترشحوا لنا مثلا 5 رواد ولا 6 أنهم هم يكونوا، نعطيهم تدريب مكثف داخل المجال بحيث أنهم بعدين يقدروا وحدهم، لأن إحنا ما نأخذ نغطي كامل حتى أنتوا تدربوا مجموعة بعدين المجموعة تدرب مجموعة أخرى، فاهمين كذلك. وطبعا إذا كان في يعني حتى نأخذ نوصل إذا كان في فيتشر معينة ما موجودة نقدر نشوف ان حد مؤسسه، احنا ما ناخذ نقدم احنا كهيئه، نشوف مؤسسه نتعاون معها تقدم لكم دعم، فهذا ممكن عليه. ايوه ممكن، في مقبول هذا ممكن. استاذه زكيه ذكرت الفلاش، بالسابق كان في برنامج اخر اسمه سويتش وايضا يستخدم في تصميم برامج فلاشيه، فهل في ايضا بديل لهذا البرنامج ممكن انه اي حاجه علاقه بالفلاش ماشي بداية؟ يعني في برنامج جميل اسمه سينفك اسمه، ما مثبت انه شبيه بالسويتش او بالفلاش بس بتقنية ثانية، ما يصدر لك فلاش، يصدر لك فيديو، فهمت علي؟ بس يحرك الادوات كذا، في تحريك كذا موجود، بس اي حاجة بالفلاش انا اقول لك ان الفلاش تقنية عاد خلاص، يعني ما حد يستخدمها. حتى لو سويت الفلاش حطيت الصفحة أي واحد عنده آيفون ما يشتغل، كله خلاص الحين في التلفونات والآيباد وهذا ما يشتغل خلاص. بتحصل بعض الباقي يشتغلين بس الناس خلاص يقولك بدل الفلاش HTML5 تقنية جديدة يعني فيها برمجة أكثر، لأن الفلاش فيه مشاكل أمنية كبيرة جدا جدا، والشركة نفسها الأدوبي نفسها ما قدرت يعني تحدثوا بذلك الإمكانية، دائما تحصل في مشاكل أمنية في الفلاش، وغير أنه استهلاك الذاكرة واستهلاك، فذلك هم بدأوا من الآيفون قالوا يا جماعة ماشي فلاش من زمان، ترى الآيفون من زمان حتى من يوم أكثر من 2010 هذه التقنية خلاص، فعاد الناس تعودت الفلاش ما تستخدمه كثير. أيوة هذه النقطة. في أسئلة أخرى؟ في عندنا وقت، هو 10 دقائق قدامنا. أيوة أيوة في مشكلة في التوافق الكومباتيبليتي. لما تصدر عمل من لايبر اوفيس سواء باوربوينت او وورد، المشكله لما تشاركه مع شخص اخر يستخدم على سبيل المثال مايكروسوفت اوفيس، بعض الخصائص وخاصه العربي كاركترز يعني الحروف العربيه ما كلهن يدعمهن مايكروسوفت اوفيس، فهذه مشكله. انا كانت لي تجربه واستخدمت لايبر اوفيس، استخدمت الباوربوينت، فتفاجئت لما جيت أعرض المستند الحركات ما ظهرن يعني ولا حركة، صار كأنه PDF سلايد.
بدي أفتح. فهذه المشكلة إنه يعني تتصدر عمل لكنه في الأخير ما يتوافق مع شخص آخر. شوف هو حاجة يعني في التوافق، إذا جبت عندك مثلا مايكروسوفت أوفيس 2007 ومايكروسوفت أوفيس 2000 الجديد 2013 ولا 2014 2010، هل بينهم توافق؟ هل تضمن التوافق بين مايكروسوفت أوفيس نفسه إذا كان بين في الويندوز ولا الماك؟ ما يدعم توافق بين مايكروسوفت أوفيس نفسه، في مشكلة. فهمت علي؟ يعني تجيب لك برنامجين يعني مسوي على هذه التقنية مثلا 2007 ولا 2003 ولا 2000 القبليات، مع الجديدات ما في توافق مع أنهم نفس الشركة. فهمت علي؟ مضيع. فمسألة التوافق حتى المشكلة نفسها موجودة في مايكروسوفت أوفيس، حتى من جهاز إلى جهاز إذا تستخدم هنا خط غير وهناك خط غير يطلع لك ضايع، مع أن نفس الشيء مايكروسوفت أوفيس مع نفس الحاجة. هذا نفس الشيء ينطبق في اللايبر أوفيس. وهذا المشكلة الأساسية، تعرفين إنه في الفايل فورمات اللي هم معمارية الملف، مايكروسوفت ما تستخدم ستاندر، تستخدم خاص حالها. فلو كانت تستخدم كلها على نفس المعيارية بي دي اف مثلا، الجميع يقدر يقرأ بي دي اف صح. ليش الجميع يقرأ بي دي اف صح؟ لأنه المعمارية الملفات نفسه هذه البي دي اف معيارية، معنى أن الجميع متفق عليها. في المايكروسوفت أوفيس لا. الحين إحنا نشجع معمارية اسمها ODT Open Document Text. هذا ODT نفس الحاجة، إن هذه قالوا خلوا يا جماعة نجلس نسوي معمارية معينة حق جميع الملفات، سواء أنا سويت لايبر أوفيس ولا مايكروسوفت أوفيس ولا آي وورك في الماك ولا جوجل دوك في الويب، يكون في معمارية خاصة. بدوا فيها بس بعدها تحتاج وقت، ولكن الحاجة الجيدة أنك إذا واجهت مشكلة تقدر تبلغ عنها. يعني إذا أنت حصلت هذه المشكلة في المايكروسوفت تقدر تدخل موقع لايبر أوفيس وتكتب مشكلتك، بتجيك حل. بتاخذ وقت تتابع عليها بس بتجيك حل فيها. أو أنك إذا كان مؤسسة كبيرة تقدر تدفع مستعجل عليها مثلا هذه الفيتشر المعينة، تقدر تستأجر مطور يحل لك هالإشكالية. بس أنا عادة ما واجهنا، يحتاج بس نضبط بعض الأشياء عادة، لأن مثلا أنا أسوي الحركات عادة الناس ما يستخدموها كثير. الناس استخدموا عادة انتقلوا حل بريز، تعرفوا التقنية جديدة، راحوا المايكروسوفت أوفيس البر ودروه راحوا بريز. تعرف سمعت بها؟ في تقنية جديدة، في تقنية جديدة. هذه هي الجواب. في أسئلة؟ تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل في خطة عندكم لإدخال مناهج لإدخال المناهج لبرامج مفتوحة المصدر في المدارس والجامعات، ولا فقط تغيير بمبادرات شخصية وفردية من المؤسسات هذه؟ هو مثل كهيئة، إذا كلمنا كهيئة تقنية معلومات، هيئة تقنية معلومات ما عندها يعني الصلاحية أن تغير أي مناهج أي مؤسسة أخرى، لا الجامعات ولا المدارس. ولكن في تعاون بين على الأقل الحين في المدارس في تعاون، ولو حضرت معانا بدوا يدخلوا كثير من البرامج، دخلوا جيمب وإنكسكيب وأوبن أوفيس شوية وسكراتش، وإن شاء الله نحاول نحسن التعاون. في الجامعات نحاول نفس الشيء، لأن سوينا مختبرات في هذا المجال ونحاول نوسع التعاون أكثر. طبعا ما أعرف البرزنتيشن المفروض يكون في برزنتيشن حاليا في نفس الوقت هذا، انه ايش دور انجازات مع المبادره الوطنيه دعم البرمجيات الحره، وايش احنا سوينا خلال 5 سنوات الماضيه. انا اقصد انه الحين هذه مبادرات شخصيه او فرديه من المؤسسات. لا هذه ما مبادرات شخصيه، هذه مبادرات حكوميه. الحين انا اتكلمك عن مبادره حكوميه ما مبادره شخصيه، ولكن ما قد اتوقع ان مرات برامج المبادرات الشخصيه مهمه جدا انجاح المبادرات العامه. يعني انت كيف في مجال عملك تقدر تساهم معنا اكثر انك تجيب لنا طرق جديده ان نعتمد على هذه البرامج. لكن فيه تحديات كثيرة، الناس ما تعرف إيش الأوبن سورس، هذا أحد التحديات. يعني من وجهة نظري يفترض أن تشكيل لجنة من جميع هذه المؤسسات ووضع خطة بعيدة المدى، خلنا نقول 10 سنوات والله لتحويل جميع المؤسسات هذه. هو اللجنة زينة بس دائما إحنا مشاكلنا في اللجنات، يكون واقعيين يعني.
تطلع لجنة تسوي دراسة ويطبق الدراسة تأخذ لك وحدها سنتين. هذه هي إشكاليتنا. العمل بيروقراطي ياخذ وقت لكن احنا نحاول قدر المستطاع. هاي الطريقة الحين عشوائية فتأخذ وقت، أنا أحس أطول من هاي الطريقة الثانية. هو إذا كان المعرفة ما موجودة في الأوبن سورس كيف بتبي الناس تعرفها؟ أنت إذا ما تعرف وش هو أوبن سورس كيف بتقنع الناس إن تستخدمه؟ هنا يكون دور اللجنة. أيوة ترى هذيك هي العملية إنك تنمية يعني عدة مستويات. مستوى إنك الناس تنشر التوعية إيش هو الأوبن سورس. طبعا أنا متأكد اللي حضر المؤتمر الأول في البرامج هذا قبل سنتين 2013 هذه السنة أحسن بكثير. هذه السنة في جمهور أوسع، في يعني تصور إنه في مجانين والحضور واسع. ليش؟ لأنه نتيجة التوعية اللي تمت خلال السنتين، البرامج اللي سويناها، الناس الحين تقدر تسوي أفعال تتحول من الكلام حل أفعال أكثر. فهمت علي؟ يأخذ وقت، العملية تأخذ وقت، والدول اللي بدت فيها خذت وقت طويل. الناس بدوا من 2005 و2004، احنا بعدنا جدد دخل المجال نحاول يعني. بس لما يتعاون المجتمع مع المؤسسات واجد من تحرك. يعني لو يطلع لنا مدير معين وقال والله مقتنع بالفكرة الأوبن سورس يمكن يطبقها في أكبر مؤسسات سهلة، ولكن لما تسي تطلع خارج المؤسسة وتقنعه يأخذ وحدك وقت، يقول لك أنا عندي كذا وعندي كذا مشكلة وعندي مشكلة كذا وعندي مشكلة كذا، أنت تحل مشاكله سنتين خلصن. فهذه هي التحديات الموجودة. شكرا، حياك الله. أي أسئلة أي حاجة؟ لأنه الوقت بدأ يخلص كم دقيقة بقيت. إذن شكرا جزيلا. أنا كنت موجود هنا خلال يومين. أي حاجة، أي حد عنده فكرة مشروع معين ولا حاجة يتعاون معنا كلمنا في الموضوع وإن شاء الله نتفاهم. إذا بغى دعم، إذا بغى تدريب في مؤسسة معينة، أي حاجة إحنا إن شاء الله ما نقصر معه وبنسوي الدعم معه إن شاء الله تعالى. إذا ما شاء أسئلة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.